ما نقدرش نولي انا المغرب والحاله ديال ولدي هكا ما نقدرش. انا ولدي في المغرب اللي مرض لي، الناس كيضحكوا عليه كيبقى يعيطوا له المواحى. سي غيتا حاس بك، والله الا حاس بك اختي، وكاع الناس دابا اللي عندهم ذو القلوب الرحيمه راه حاسين بك. والحمد لله. خويا بلال راه بغيت نقول لك بلي راه حتى واحد ما يضحك عليك، واللي يضحك عليك راه كيضحك على راسو. ما عنديش باه اللي يجري معايا، ما عندي غير انا بوحدي. ما بين يديك خصني نوفر لقمه العيش لولادي بجوج، ما بين يديك نجي للسبيطار شكون اللي غادي يقبلك تخدم وتمشي تمنك وتمشي للسبيطار؟ حتى واحد ما غادي يقبل. انا كنت كنطلب من الناس والقلوب الرحيمه الله يجزيكم بالخير الا ما توقفوا معنا وتوقفوا معنا في الولي. السلام عليكم ايرمانو ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ما غاديش يكون قصص المهاجرين في الغربه، وانما غادي يكون معاناه واحد السيده مغربيه هنا في اسبانيا. واحد السيده مغربيه هي اللي معايا دابا، تعاود لكم واحد القصه ديالها، واحد المعاناه اللي كتعانيها، وكيفاش احتاجت لهنا، وشنو المشكل اللي عند ولدها. فكنطلب منكم ان شاء الله غير تصنتوا ليها ودعيوا معها، واللي يقدر يعاونها خصها التعاون باي طريقه ان شاء الله. اختي كي دايره؟ لاباس الحمد لله، اللهم لك الحمد. الحمد لله، يجزاك بالخير. تقدر تعرفي الناس على الاسم ديالك؟ السلام عليكم. كنشكركم، كنشكر جميع المتابعين اللي كتابعوا هذه القناه، والله يجزيكم بالخير والله يحفظكم. كنتمنى تسمعوا القصه ديالي حتى التالي، وكنتمنى توقفوا معنا روح وجسد، وربي اللي غادي يجزيكم بالخير. انا سميتي عتيقه، جيت من المغرب ارمله. أرملة الله يجزك بالخير، أرملة أم لطفلين، واحد خليته في المغرب، واحد عندي جبتوه مريض عنده 13 عام طلع في 14 سنة. الزوج توفى هذه سنتين، وأنا الحمد لله مني رجل ومني امرأة، مني كنخدم برا وخدم الداخل، اللهم لك الحمد باش نكبر وليداتي والحمد لله. وعندي هذا الوليد هذا مريض من صغره، بدا كيعاني من الرجل ديالو. انا المره الاولى انا كنت كنقول يعني غير كيتمشى، هذيك هي المشيه ديالو هذه، وما حدو كيكبر، هو كيعوج من رجلو، ما حدو كيكبر كيعوج من رجلو، كيعوج ظهرو، كيعوج يعني الحاله ديالو مؤلمه، اللي كيشافو كيبكي معاه. وهذه 6 سنين يعني الحاله ديال يدو، دابا اليد ديالو ما كياكلش بها، ما كيكتب بها، ما كيشرب بها. عييت كنجري في السبيطارات في المغرب، ما خليت الرباط، ما خليت وجده، ما خليت تازه، ما خليت جميع المدن باش نجري على ولدي باش يتعالج، باش هو يقرا كي الناس. كل عام كيسقط والحمد لله. باش نعرفوا الناس بالضبط يعني الحاله ديال ولدك، هو شنو بالضبط الحاله اللي عنده؟ واش خلق هكا ولا وقع عليه مثلا؟ لا ما خلقش هكا. انا الرجل ديالو انا نهار زاد خل يعني نتيجه الاهمال الطبي، يعني شحال هما ما داواش فيا، وملي زيدت الوليد زاد، هو زاد راسو، ملي جاو كيجبدوه قال لك الولد مات، بقاو شحال هما شادينو من الرجل ديالو واحد المده طويله، وفي تالي قال لك الولد مات، ولدك مات، ومشات اللوسه ديالي بقات تجري عليه، وهذه بقاو غي يعني سخفان. وداك التاثير على الرجل ديالو ديك اللحظه هذيك انا ما تنبهتلوش، ما تنبهش الولد ديالي، ما حدو كيكبر وكيعوج، هذاك هو النتيجه ديال الرجل ديال ولدي، وكبر وهكا كيعوج، دابا كيتمشى غير على صباعو. وليد ديالو هذه 6 سنين ما كياكلش بها نهائيا، كياكل غير باليسرى، الكتابه ما كيكتبش بها، ما عندي طيحهم ليه هرسهم، ولاقي معاه معاناه كبيره في المدرسه، كيلقى تنمرات والناس كيضحكوا عليه، كيعيطوا له المعاق، هو نفسيته مرضت بزاف، ولجأت لجميع المستشفيات كيقولوا لي الولد ما عنده حتى شي حاجه. واه راه كنا بغينا نجيبوا معنا الولد باش تشوفوا الحاله ديالو، ولكن الولد مسكين يعني هو طلب مني، قال لي انا راه كيضحكوا عليا الناس وما بغيتش نبان باش ما يضحكوش عليا. شنو سميتو؟ بلال. بلال، إلا كان بلال أكيد غيشوف هذا الفيديو. هذا خويا بلال، راه بغيت نقول لك باللي راه حتى واحد ما يضحك عليك، واللي يضحك عليك راه كيضحك على راسو. أنت هذا عندك واحد المرض، وإن شاء الله نحاولوا نلقاو ليه شي حل وتعالج وترجع صحيحتك، وما كاين عندك ما عندك منهاش تخاف. بالنسبة لليد الرجل فهمناها أنه الرجل اليسرى عنده، اليد قبل 6 سنين كانت عادية. قبل السنين قرا الاول، السنه الاولى قراها مخير كيكتب عادي، السنه الثانيه، السنه الثالثه ابتدائي في النص ديال العام صافي مابقاش كيقدر يكتب بيدو، بدات كتعواج، ولا كيعواج له الفم ديالو، كيهضر معايا الوعو فمه كيعواج. الحاله ديالو زايده كتدهور، يعني الحاله ديالو ماشي مابقاش مستقره، وليت كنلقى معاه يعني ما قديتش، ما
بالنسبه ما عنديش باه اللي يجري معايا، ما عندي غير انا بوحدي ما بيني. خصني نوفر لقمه العيش لولادي بجوج، ما بيني نجي للسبيطارات. شكون اللي غادي يقبلك تخدم وتمشي تمنك وتمشي للسبيطارات؟ حتى واحد ما غادي يقبل. وانا كنخدم غير مع الناس، وحتى انا قليل زهيد كنخدم بيه على جوج ديال الدراري والحمد لله. وكانوا غير الناس عاطيني كراج فين ساكن انا وليداتي، ما عنديش حتى فين نسكن. والحمد لله صبرت، والمحسنين الله يجزيهم بالخير طلبت نداء وعاونونا المحسنين. مشيت للسبيطارات وصيفت هنا الدوسي ديالي هنا، الحمد لله الله يجزيهم بالخير حتى هنايا استقبلوني وطلبوا مني تصيفط الوثائق الطبيه ديال الدراري، وصيفط كاع الوثائق الطبيه باش مريض عندي. درت له لي سكاني، درت له لي ريم، درت له التخطيط، درت له كل شيء. دواسه هذوما شحال ديال الاوراق باش عنده شواهد ديال الاعاقه، عنده كل شيء. هما دابا في المغرب قالوا لك العلاج ديالو كاين في اوروبا. قالوا لي في اوروبا هاي الشهاده ديال الطبيب شنو كيقول؟ ها هو قرا الشهاده ديال الطبيب، كيقول لك خصنا هو يتعالج على ليترونجي. يعني هاد الوليد هذا خصو يتعالج على ليترونجي حيت ما عندوش العلاج في المغرب. وجبتو هنايا وعييت، كنجري في السبيطارات في المغرب ما داروا لي حتى شي حاجه. كيقول لك ما عرفنالوش، ما هاد الولد ما الحاله ديالو ما بيناش وما عرفناش بانه مريض. يعني كيتمشى كيبقى عواج، يدو ما كياكلش بها، كيكتب ما كيكتبش. وجيت لهنا الحمد لله لهنا الطبيب، داروا له دوزوا عند الطبيب نغولوك، عند الطبيب ديال الترويض، عند الطبيب النفساني. قالوا لي الولد حاله يمكن حاله نفسيه. دابا انا ما يئسش، انا باغي الولد يتعالج. انا جيت لهنا الامل ديالي انا يتعالج الوليد ديالي، باغي يتعالج هو باش يبدا حياه جديده. انا دابا الولد ديالي ما كيقرا ما كيدير حتى حاجه، كنقول لكم حتى انا باغي نبدا حياتي كما بديناها كاع الناس، وباغي نعيش ومبتي ونقرا وندير مستقبلي. وعلاش ما كيقراش؟ يعني هنايا واخا يكون ما عندوش الوراق راه يقريو، شنو السبب؟ هنا دابا خصني شهاده السكنه، انا ما عنديش شهاده السكنه. يعني شهاده السكنه ما عنديش ضروري باش يقرا، خصو يكون شهاده السكنه. شهاده السكنه باش يعطيو لي التراخيط ديال الطبيب باش نبدا معاهم، خصني ضروري شهاده السكنه. انا ما عنديش. ودابا ملي جيت لهنا كريت واحد سكينه غير استوديو ب 550. انا ما خداماش، كنت خدامه في واحد فروته خدمني نص ديال الشهر، قال لك ما بقى ما عنديش خدمه وخرجت. ودابا راني قاعده في الدار وكاري ب 550، ما لقيتش انا باش نخلص الكرا. ما عنديش الفلوس، وعائلتي ناس فقراء ما عندهمش. انا خصني باش نخلص الكرا خصني خديمه. انا كنطلب دابا ما كنطلبش انا شي حاجه، كنطلب يدبروا لي شي خديمه اللي نكسب منها على كتافي ونخدم بها على ولدي، وولدي يقرا ان شاء الله يكمل قرايته ويتعالج. هذه هي امنيتي، هذا وليدي يتعالج ما بقاش ضايع ويدير مستقبله. اختي غيتا، الا كان الولد ديالك غادي عنده العلاج وان شاء الله، فانا كنضمن لك بلي هنا في هذه البلاد هذه غيعالجوهم يا رب. والحمد لله في هذه البلاد هذه كيساعدوا الدراري وكيساعدوا الاطفال، كيساعدوهم الحمد لله، كيوقفوا معاهم الله يجزيهم بالخير. حتى انا امنيتي يتعالج هذا الوليد في مقارب يا ربي. ومن هذا المنبر كنتمنوا من جميع الناس اللي كيشوفوا هذا الفيديو هذا، هنايا في مدينه برشلونه كاينين، حنايا حاليا في مدينه برشلونه، فاي واحد اللي عنده شي فكره او لا عنده شي طريقه اللي يقدر يعاون بها هذا الولد هذا ما نبخلوش عليه، واللي يقدر يعاونهم سواء ماديا او معنويا او حتى في الكره. يعني السيده دابا كتقول خصها غير انها يكون عندها شهاده السكنه باش تقدر تقري ذاك الولد. ذاك الولد ما بغيناش يضيع، يعني هو ضايع في الصحه ديالو، ما بغيناش يضيع في القرايه. والمراه يعني انت دابا لقيتي شي خدمه هكا تقدري تخدمي؟ نخدم على ولدي. والولد انا يعني شحال في عمره دابا الولد؟ عنده زايد في 2009، يعني طلع في 14 سنه، تقريبا 13 14. يعني خا خرج يخدمي، يعني هو راه غادي يقدر يدير بانيراسو، يقدر يجلس في الدار، يعني ياكل بالشمال. لا كياكل بالشمال، يعني يقدر يدير بانيراسو. يعني المهم كنخلي له الماكله، انا نخلي له وجد الماكله نخليها له. يعني دابا كطلبي شي خدمه اللي تقدري تخلصي بها؟ شي خدمه نخدم بها على ولدي ونخلص بها الكراوه. راه 550 في الشهر، والله الا 550 اقسم لك، بلا 550 من جمعتها وحطيتها راني نسمو لك. وعائلتي ما عندهمش، بس فقراء ما نقدرش نطلب لهم. انا جيت لهنا باش نعالج ولدي وامين طو نخدم على راسي، وباغي نبقى هنا ويدير ولدي مستقبله. ناحية المغرب ما نقدرش نولي انا للمغرب، والحاله ديال ولدي هكا ما نقدرش. ولدي واخا ما خصنيش نولي للمغرب، حيت ولدي في المغرب مرض لي نفسيته مرضت. انا ولدي في المغرب اللي مرض لي، الناس كيضحكوا علي كيبقى يعيطوا له المعاق. ولدي ما قدش قال لي امي الحمد لله انا ميجا هنا قاعد ولدي ارتاح نفسيته، عاد ولدات مزيانه. قال لي امي دابا عاد انا ارتحيت امي بصي، قال لي حسيت بالحياه. قال لي ما كنت في المغرب ما كنتش عايش. هذا اللي هذا شوف، هذا السؤال اللي بغيت نسولك، لحقاش كاين بزاف الناس غايجيهم شي تساؤلات، غادي يقول لك مثلا الى تعالج ولدك هنا تقدر ترجع للمغرب مثلا، علاش تبقى تخلصي 550؟ لا ما نقدرش نولي للمغرب. خليك ما ترجعيش للمغرب. ما نوليش للمغرب حيت ولدي ديالي انا قلت لك نفسيته مرضت لي في المغرب. حنا عندنا في المغرب
المغرب ناس ماشي نقول لك ماشي كلش الدراري كيكونوا وين كيكونوا الدراري فات السن هذا 13 14 12 سنين كيبقاو يضحكوا على بعضياتهم. انا ولدي كنت كل نهار كنمشي للمدرسه كيتشكاو لي كيتشكي لي ولدي كيقول لي ما ضربوني كيقول لي المعاق يقول لي انت ما عندكش باك انت يتيم انت هادي. ولدي نفسيته مرضت. انا ولدي احتاج قلت لك هنايا عاد ارتاح عاد قال لي امي دابا عاد ارتاحي حتى امي ما بقيتش كما الحمد لله. قال لي لقيت اصدقاء مزيانين تعاملوا كما كيخرج هكا كنخرج انا ويا الجريده كيلقى الدراري فاهمينه ما كيضحكوش عليه حيت علاش ناس واعيين. هنا التوعيه راه كيعلموا اول حاجه كيعلموا المتوعيين الوعي هنا الناس واعيين ما كيضحكوش عليه. قال لي ما عمر شي واحد ضحك لي واخا كيشوفني ما كنعواج ولا ما كيضحكوش عليا. في المغرب لا كيضحكوا على ولدي كيتصاوبوا عليه كيضربوه. تخيل دائما كيجيني مضروب ومضروب من راسه هاي عنده شي ضربات هنا وكان يجي تشوف الدراس ديالو كله مضروب مازال عنده سيكاتيسات في راسه بالضرب في المغرب. انا ولدي كان كيعاني في المغرب بزاف وما نقدرش نولي المغرب باغي انا ولدي يتعالج هنا ويقرا هنا ويدير مستقبله هنا ان شاء الله يا ربي. سي غيتا حاس بك والله الا حاس بك اختي وكاع الناس دابا اللي عندهم ذو القلوب الرحيمه راه حاسين بك. الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد. كما كتشوفوا هذا كيلو ديال الوراق هذا الوريقه حتى ما عاد عندي دواسه كل شيء هذا الساك عامر غير الدواسه غير الورقه غير الدوسي ديال ولدي حتى تشوف ها انت ها هو الورقه ديال الاعاقه ديالو هي هانديكاب من طالعيا دي شهاده ديال الطبيب اللي عطاها لي قال لي ها انت قال لي خصو يتعالج هذا ولد الي طخو جي سوني سيرتيفي افوار في اي اكزاميني لانتيريسي سو جور اي كيل بريزونت اون اموتروفي سيفير اي اونديكابونت دي نومبر سبيريو دروات يعني يدو اليمنى مريضه وكيطلب الي سويت كيل سو فاس ويفغ دون ان سونتر دو ميلوجي بور انفو الي طرونجي يعني خصو يتعالج في الاطرونجي حيت الحاله ديالو في المغرب قال لك حنا هذا الولد ما عرفنالوش وسيدي عالجي في ليتخونجي لقيتي لي ساعدك سيدي ليتخونجي تعالج هذا الولد. انا الحمد لله جيت هنايا وهنا الحمد لله كيساعدوا الاطفال وكيعتنيو بالاطفال وكيعطيو قيمه للاطفال والحمد لله. كنتمنى اللي يساعد هذا الوليد هذا اليتيم. هادشي اللي بغيت نقول لك انا شي رساله توصليها للناس دابا وا شنو اللي كتطلبي ولا شنو كتمني دابا من الناس دابا؟ انا كنطلب من الناس والقلوب الرحيمه الله يجزيكم بالخير الا ما توقفوا معنا وتوقف مع هذا الوليد كنتمنى توقفوا معنا دبروا لنا بعدا شي خدمه باش نخدم على هذا الولد ما بقاش غير قاعده خصني باش نخلص الكره وشي سكينه دبروا لي شي رخيصه شويه ماشي بحال هذا الثمن هذا ودبروا لنا شي سكنه. وكنتمنى الا كانوا كيسمعوني شي ناس اللي يساعدوا هذا الولد باش يتعالج الله يجزيكم بالخير. انا بغيت يتعالج اهم حاجه شهاده السكنه باش تقدر تدخل باش نقدر ندخل ولدي المدرسه باش ندير له التراخيطه ديال الطبيب باش نقدر نتحرك. دابا انا ما عنديش شهاده السكنه ما عندي التراخيطه ديال الطبيب ما عندي حتى حاجه ما نقدرش نتحرك. وهادشي اللي كاين الله يجزيكم يعني بالخير والله يكثر خيركم. انتم سمعتوا السيده يعني كتهضر بحرقه حيت راه لا اله الا الله يعني الام فيها الام وفيها الاب يعني من بعد وفاه الاب ديال الطفل يعني الام هي اللي كتكلف يعني خصها تاكلو وخصها تطيب له وخصها تخدم باش تجيب ليه الصرف يعني راه صعيبه صعيبه بزاف. فكنتمنوا من الناس ذوي القلوب الرحيمه يعني تعاطفوا مع هذه السيده هذه وتعاونوا معها باش ما كان باي طريقه اي حاجه اي حاجه ولو كتشوف انت باللي راه بسيطه قادره تعاون هاد الناس هادو ولا ما كانش قادر الواحد يعاون ولو غير بالدعاء او بارطاجوا هذا الفيديو لان دالوا على الخير كفاعله. وكنشكركم بزاف على حسن التتبع ديالكم واخت غيتا راه غتقرا التعليقات ديالكم يعني اي واحد كتب شي تعليق راه تقرا الاخت غيتا عتيقه عتيقه سمحي لي انا قلت لك غيتا اخت عتيقه راه تقرا التعليقات ديالكم وغادي نخليو النمره ديالها في اول تعليق مثبت يعني بالنسبه للناس اللي بغاو يتواصلوا معها اللي بغاو يعرفوا الحاله ديال الولد اللي بغاو يجي يشوفوا الولد ومرحبا بهم يعني اي واحد بغى يشوف الولد راه اي واحد بغى يجي يشوف الولد ويشوف الحاله ديالنا مرحبا به في اي وقت احبابي. وهادشي اللي كاين الاخوان شكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم وعلى المتابعه ديالكم ما تنساوناش بلايك وبارطاجيو الفيديو وشكرا لكم نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. الله يجزيكم بالخير الله يحفظكم جزاكم الله خيرا.